تقول سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون أو من الألوان الفاتحة ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة، فما حكم الشرع في نظركم بهذا الموضوع؟ هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خمارا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له، بل إن المرأة تلبس خمارا على ما تعتاده في غير الصلاة، إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود، ولبسها للأسود أحسن، لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة، فتناسب خمار مع اللباس الآخر أبعد من التبرج، وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى.